الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها تعمل طبيبة توليد نساء وتجري عمليات قيصرية وفحص المريضة، تقول هل يجب عليها تجديد الوضوء بعد هذه العمليات أو بعد فحص المرضى؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر في القواعد أن العبادة المنعقدة بالدليل الشرعي لا يجوز الحكم عليها بالبطلان إلا بالدليل الشرعي، والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن نواقض الوضوء توقيفية على النص، والمتقرر عند العلماء أن الإبطال حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، ولا أعلم دليلا يدل على أن مجرد مزاولة عمل الطب والجراحة وتلوث اليد بالدم وغير ذلك من جملة نواقض الوضوء. فإذا فعلت شيئا من ذلك وأنت على وضوء فالقول الصحيح الذي أراه راجحا على مقتضى الأصول والأدلة أن وضوءك وطهارتك على ما هي عليه، ومن ادعى أن مزاولتك لهذا الأمر تنتقض به الطهارة فهو مطالب بالدليل الدال على انتقاض الطهارة به، لأن الأصل عدم الانتقاض، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. فلو توضأت بالوضوء السابق بعد إجراء شيء من هذه الفحوصات أو العمليات فإن وضوءك وصلاتك صحيحان لا غبار عليهما، والله أعلم.